ايها الاحباء انني سعيد جدا ان اكون معكم لكي نتحدث عن موضوع هام في هذه السلسله علامات الساعه واود ان اقرا بعض الايات من رساله يوحنا الاولى الاصحاح الخامس مبتدئا من العدد السادس عشر تقول ان راى احد اخاه يخطئ خطيه ليست للموت يطلب فيعطيه حياه للذين يخطئون ليس للموت توجد خطيه للموت ليس لاجل هذه اقول ان يطلب كل اثم هو خطيه وتوجد خطيه ليست للموت مرارا عديده عندما اقرا هذه الايات يسالني البعض عسيس رجاء اعطني لائحه بالخطايا التي ليست للموت التي بامكاني ان ارتكبها ولا تقودني الى الموت هل هنالك خطايا بيضاء وخطايا سوداء او ماذا يعني هنا الرسول يوحنا في هذه الكلمات. الكتاب المقدس يقول لنا بكل وضوح في اشعياء النبي الاصح الاول والعدد الثامن عشر هذه الكلمات. اشعياء واحد 18 تقول: هلم هلم نتحاجج يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف فمهما كانت خطايا الإنسان هنا يقول لنا إشعياء بأنها تمحى تبيض كالثلج فماذا يعني هنا إذن الخطية خطية للموت وخطية ليست للموت في إنجيل متى يسوع المسيح قال لنا في الأصحاح الثاني عشر متى 12 أعداد 31 و 32 هذه الكلمات في إنجيل متى الأصاح الثاني عشر يقول لنا لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر للناس ومن قال كلمه على ابن الانسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الاتي هنا المسيح يقول بان التجديف على الروح القدس لا يغفر للناس فيا ترى ما هو التجديف على الروح القدس لكي نعرف هذا السؤال علينا أن نفهم ما هو عمل الروح القدس وكيف الإنسان يجدف على الروح القدس فأود أن أسرد لكم اختبار حدث حدث لي بينما كنت في بعض الزيارات وعدت إلى البيت واذ بزوجتي تخبرني اتى انسان يريدك ان تزوره في البيت لان ابنه مريض سالتها هل يعرف بانني انا قس ولست طبيب قال لا اعلم سال عن الاسيس خوري فبعد تناول الطعام ذهبت لأزور تلك العائلة وإذ بالرجل يستقبلني ويقول لي هذا هو ابني الرجاء إذا كان باستطاعتك أن تساعده وتخدمه بدأت أتحدث مع ذلك الشاب وأول ما قال لي أنا قد ارتكبت الخطية التي لا تغفر. وإذ نظرت إليه بكل ابتسامة وبكل هدوء وسألته: ما الذي جعلك تشعر بأنك ارتكبت الخطية التي لا تغفر؟ قال: أسيس أنا بفكر افكار سيئه احيانا وخاصه في اماكن التي لا يجب علي ان اذكر اسم الله اذكر فيها اسمه فوجدت فيه ما يبشر بالخير وابتدات اتحدث معه واخبره عن بعض الوعود الثمينه من الله قلت له ما تقوله هي علامة واضحة بأنك لم ترتكب الخطية التي لا تغفر وقرأت له هذه الآية أشياء واحد من طاع إذ يقول الله هلم نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز فهي تبيض كالثلج ثم قرأت له آية أخرى إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم وابتدا بريق الامل ياتي اليه تابعت الزيارات مع ذلك الشاب وابتدانا نقرا سويه الوعود الثمينه الموجوده في كلمه الله وهذا الشخص سلم حياته للرب واصبح من المتجددين والمؤمنين اذ سلم حياته للرب وكان يفرح بالرب في كل حين ايها الاعزاء كلمه الله صريحه وواضحه عندما نقراها اذ نعلم في انجيل يوحنا ايات عديده تخبرنا ما هو عمل الروح القدس واذ نتابع في موضوعنا سنرى سويه ما هي الخطيه التي هي للموت والخطية التي ليست للموت وماذا يعني عندما نعرف أهمية وعمل الروح القدس بعد قليل سنتابع في هذا الموضوع <applause> أيها الأحباء إذ نتابع موضوعنا عن الخطية التي لا تغفر أود أن أقرأ من انجيل يوحنا بعض الايات انجيل يوحنا الاصحاح الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر يوجد ايات صريحه وواضحه عما يفعله الروح القدس ففي الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوحنا المسيح قال فيعطيكم معزيا اخر روح الحق وايضا قال واما المعزي الروح القدس فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم وفي العدد الاصحاح الخامس عشر يقول ومتى جاء المعزي فهو يشهد لي وفي اصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا العدد ثمانية يقول ومتى جاء ذاك الذي هو الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة فإذا من هنا نجد بأن الروح القدس يعمل ويحث ويشتغل في الإنسان إذا ارتكبت خطأ الروح القدس هو الذي يؤنبني ويخبرني بأن هذا خطأ إذا عملت أي شيء لا يرضي الله الروح القدس هو الذي يرشدني ويؤنبني ويبكتني على هذا العمل الشاذ الذي قمت به في سفر الأمثال الأصحاح 22 وعدد 13 يقول من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر ويتركها يرحم فمهما كانت الخطية عظيمة كبيرة صغيرة حمراء سوداء مهما كانت الخطية إن لم نقر بها فتكون ضدنا تكون ليست لصالحنا تعودنا للموت إن لم نعترف بتلك الخطية عندما الإنسان أيها الأعزاء يبدأ يبرر نفسه يرتكب خطأ والروح القدس يؤنبه ولكن هو لا يتأنب يحاول أن يبرر نفسه ويقارن نفسه بالآخرين بضل أفضل من غيره ساعتها هالخطية اللي ما بيعترف فيها بتقود إلى الموت لكن اذا اعترف بها تغفر له ولا تقوده للموت في افسس بولس الرسول قال هالكلمات الاصاح اربعه على ثلاثه يقول ولا تحزنوا الروح القدس السؤال يلي بحب اساله كيف يا ترى الانسان بيحزن الروح القدس ولادكم كيف بيحزنوكم عندما بيسمع بيسمعوا لصوتكم عندما ما بيطيعوكم ونفس الشيء الروح القدس عندما عم بجرب ويحاول يبكتني ويأنبني وانا ما بكترث بهالطريقه بكون عم بحزن الروح القدس واذا استمريت بهالعمل لاحظوا شو بيقول القديس بولس في رسالته الى اهل تسالونيكي يقول هنا هذه الكلمات لا تطفئوا الروح بحزن الروح وساعتها بطفئ الروح الروح القدس بيحاول يبكتني ويبكتني لكن ما بسمع لي صوته أيها الأعزاء أود أن أذكر مع بعضنا مثلين في الكتاب المقدس ومن هذا المثلين الموجودين في الكتاب المقدس أيها الأعزاء سنجد ما يخبرنا الكتاب عن هذا الموضوع الهام في صموئيل الأول الأصح الخامس عشر صموئيل الأول أصح خمسة عشر لاحظوا معي شو بيقول الكتاب هنا اختبار حدث مع صموئيل والملك شاول الملك الأول لبني إسرائيل الله سبحانه وتعالى أخبر صموئيل النبي اذهب وأخبر شاول أن يقوم بمهمة، وأعطاه كل التفاصيل عن هذه المهمة، وصموئيل كنبي لله لأن النبي هو الذي يستلم رسالة من الله ويوصلها إلى الشعب، صموئيل يذهب إلى الملك شاول، الملك شاول كان أول ملك لبني إسرائيل، وأخبره بهذه المهمة التي أوصاه بها الله والملك شاول يذهب بهذه المأمورية وهذه المسؤولية وهذه المهمة ويقوم بالعمل لكن لم ينجز العمل تماما كما يجب ما حق كل المطالب التي أخبر بها فالله أيها الأعزاء يأتي مره ثانيه ويخبر صموئيل ويقول له شاول لم يقم كلامه لاحظوا معي ثلاث اشخاص الله يتكلم مع صموئيل وشاول يتكلم مع صموئيل الله قال لصموئيل ان شاول الملك لم يقم كلامه تاثر صموئيل النبي بهالكلمات واراد ان يذهب ليتحدث مع الملك شاول وعندما وصل اليه اول كلمات سمعها النبي صموئيل من الملك شاول لقد اقمت كلام الرب وهلا صموئيل استمع الى رسالتين متناقضتين الله يخبره بأن شاول لم يقم كلامه شاول يقول لصموئيل لقد اقمت كلام الرب المهمه كانت من الله بأن عماليق وقفوا في درب بني اسرائيل عندما كانوا في طريقهم من مصر الى ارض كنعان الى ارض فلسطين لهذا السبب قال لهم ان يحرموا كل الحيوانات لا يترك أي شيء لا يعفي عن أي شيء إنما شاول لم يعمل ذلك إذ سنتابع في موضوعنا بعد قليل ونرى ماذا حدث بين الاثنين أيها الأعزاء ايها الاحباء نتابع في موضوعنا عن الخطيه التي لا تغفر كانت الرساله واضحه للملك شاول ان يحرم ويقتل كل الحيوانات ولا يعفو عن اي شيء انما شاول قتل وحرم الحيوانات الهزيله انما الحيوانات السمينه التي منها فائده تركها حيه وعندما أتى صموئيل إليه وشاول قال له لقد أقمت كلام الرب صموئيل سأله وما صوت هذه الحيوانات التي أنا أسمع جرى حديث بين الاثنين شاول قال الشعب جلبها لقصد شريف حتى نقدم ذبيحة للرب ذبيحة شكر لأنه كان معنا ثم صموئيل قال لشاول هذه الكلمات قال استمع كنت صغيرا في عينيك والآن صرت رأس أسباط إسرائيل لقد مسحك الرب ملكا أرسلك في مهمة في الطريق وقال لك أن تحرم الجميع فلماذا لم تسمع لصوت الرب بل ثرت على الغنيمة وعملت الشر في عيني الرب انما شاول قال له طالما انتصرنا وتغلبنا فكرت جاي تعطيني نشان وتشكرني جاي عم تعاتبني على هذه الامور التافهه التافهه التي لا عيب لها قال لقد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق التي ارسلني فيها واتيت انما الشعب اتى ببعض الحيوانات لتقديم ذبيحه لاحظوا شو قال له صموئيل قال له هل مسرة الرب المحرقات والذبائح وان قال له هو ده الاستماع افضل من الذبيحة لو انك استمعت لصوت الرب وحرمت كل الحيوانات الله ما بيحتاج الى ذبيحة انما عصيت اوامر الله ثم شاول قال بعد ان اخبره صموئيل هذه الكلمات لاحظوا شو قال صموئيل لشاول قال له لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك عندما قال صموئيل هذه الكلمات أنا ذاك شاول قال قد أخطأت لأنني تعديت قول الرب وكلامك لأني خفت من الشعب أي الاعزاء على هشاول عندما فات الاوان بعد ان صدر الامر بحقه بانه رفض من الملك. جرمه كان بسيط كثير. كل شيء كان عليه يعترف ويقر حقيقه ما قمت ما الله طلب مني وانا بطلب الغفران والمسامحه. لكن لانه بلش يجادل ويفاصل ويبرر نفسه لهذا السبب خطيئته لم تغفر وأدت إلى الموت لاحظوا معي الملك الثاني الملك داود الملك داود كان ارتكب جرائم فظيعة حتى أنه بينما كان الشعب في الحرب أخذ زوجة أحد القادة أوريا الحثي كانت زوجته عرب القصر وأخذها كزوجه واراد ان يخفي هذا الجرم الذي ارتكبه فيطلب من قائد الجيش ان ياتي بهذا الضابط الكبير الى بيته حتى الناس يقولوا ان زوجته صارت حبله من زوجها وليست من الملك واذ بنبي اخر ياتي إلى داوود النبي ويخبره قصة والقصة كانت عم بيقول له في شخص كان عنده قصر كبير وعنده ما لذ وطاب كل ما يحتاج كان عنده لكن بالقرب منه كان في إنسان عنده جنين صغيري وكان عنده خروف واحد وكان يهتم ويعتني بهالخروف كان هو يلقمه وكان يطعميه كان يهتم فيه فكان غالي وعزيز له هالخروف أتى زوار لعند هذا الغني وعوض من أن يذبح خروف من خرافه الكثيرة إذ به يتسلط على خروف ذلك الرجل المسكين الفقير ويذبحه ويقدمه طعام للزوار ومن كان عم يسمع من كان يستمع الى هذه القصه النبي ناثان كان يخبرها للملك داود وعندما سمع داود الملك هذه الكلمات قال هذا لا يحدث في ايامه هذا الشخص يجب ان يقتل ثم ناثان بكلمة صريحة النبي ناثان نظر إلى الملك وقال له أنت هو الرجل أنت هو الذي ارتكبت هذا الجرم الملك لم يأخذ السيف أو لم يأمر أن يقتل ناثان لكن لاحظوا الكلمات التي قالها داود عندما أخبره ناثان النبي بأنه هو الذي ارتكب الجرم. ناثان قال له: أنت ملك تقدر أن تجلب أي فتاة من مملكتك لكي تكون زوجة لك. لكن أخذت امرأة أوريا الحثي ولم تكتفي بذلك. طلبت من زوجها أن يأتي إلى البيت. لكي تخبئ خطأك وعندما لم يذهب إلى البيت أرسلت رسالة لكي يضعه القائد في المقدمة فقتل ارتكبت هذه الجريمة الفظيعة فقال داود لقد أخطأت إلى الرب جرم أي العزاء كان فظيع إنما اعترافه كان أفظع ولهذا السبب غفر الله خطيته ما هي الخطيه التي لا تغفر الخطيه التي لا نعترف بها عسانا نسمع دائما ودوما لصوت الله لكي لا نطفئ الروح ولا نحزن الروح بل خطايانا تغفر جميعها واسماؤنا تكون مكتوبه في سفر الحياه عسانا ان نسمع منكم عن قريب كاتبونا واذا كنت عندكم اي سؤال ان تسالوه وفيما عندنا بعض الاشخاص الذين يجاوبون على اسئلتكم